Thank you. مساء الخير معكم مهند سامر رأيي من قناة ديزاين تيوب درس اليوم راح يكون على برنامج الأدوبي أفتر إفكت اليوم راح نشتغل ما يسمى باللايت ليكس أو ممكن نسميه الإضاءة المتحركة أو يعني ما يتطابق مع هذا الشكل أكيد اللي أتكلم عنه هو بالضبط اللي شفتوه في بداية الفيديو درس اليوم ما بي أي صعوبة وأيضا راح أتطرق بالدرس اليوم أو راح أبين لك بعض الأساسيات بعض الأشياء اللي ممكن اذا اشتغلتها تصنع من البروجكت مالتك بشكل اجمل او ممكن تفيدك حتى في المستوى التنظيمي داخل البروجكت وهي من الاساسيات بصراحه حتى بس تسهل العمل على الناس اللي ممكن ان تشتغل على بروجكت بعدك اكيد بدرس اليوم كل الاشياء اللي راح نستخدمها راح تكون موجوده بالديسكربشن تحت ممكن تحملها ممكن تشتغل عليها نفسها ممكن تستفاد منها يعني حسب ما انت تحتاج حتى نبدا درس اليوم اكيد نفتح الافتر افكت ونبلش الواجهه الرئيسيه اول شيء راح اختار كامب هذا الكامب دائما حاول تسميه بنفس الاسم اللي انت بدك تشتغل عليه البروجكت وايضا دائما حاول يكون انجلش يكون افضل انا مختار 1920 في 1080 وايضا مختار 10 ثواني اكيد انا مختار 10 ثواني لان هذا التوتوريال انت ممكن تختار المدة اللي أنت تشوفها مناسبة إذا كان عندك تشتغل على فيديو على إيميج فأنت تختار المدة حسب ما موجود عندك الساوند أو ميوزك اللي موجودة أو الأغنية اللي موجودة من ضمن البروجكت فهذا الموضوع يعتمد عليك أضغط أوكي أكيد أنا صنعت البروجكت الرئيسي اللي راح يكون كل الملفات أو كل اللايرات من ضمنه مبدئيا حتى نستدعي أو نحتاج إيميج مثلا أو فيديو فمبدئيا يحتاج دائما تصنع فايل هذا الفايل تخلي بيه الملفات اذا كانت ايمج ساوند فوتج اي شيء ثاني فراح نسميه فايل مبدئيا اوكي حتى اي شيء نستدعيه راح يكون من ضمن الفايل وقبل ما نستدعي الملفات ايضا الحلو دائما لما يكون عندك انت ممكن ان تغير بين الايمج يعني ممكن يكون عندك ايمج معينه وممكن تتغير بايمج ثانيه او فيديو او اي شيء ثاني ما دام انت راح يكون عندك هذا الشيء فحاول أن تروح تصنع كام هذا الكام بتسميه ايمج فرضا لان احنا الدرس اليوم راح يكون على الايمج اوكي اسميه ايمج واضغط اوكي okay. اكيد راح ياخذ نفس القياس نفس المسافه نفس المده واي شيء استخدمه اضيفه من ضمن الايمج حتى لما اريد اغير مجرد افتح الكامب الخاص بالايمج واغير فهسه مبدئيا خلينا نستدعي الملفات راح اضغط ضغطتين اكيد راح استدعي تو ايمج اكيد احنا مثل ما تكلمنا كل الملفات راح اخليها تحت الفيديو انت تستفاد منها حسب ما تريد مبدئيا ارفعها واخليها من ضمن الفايل افتح اكيد هسه انا فاتح الكامب الخاص بالايمج انتبه مجرد انزل الايمج اللي هي اي الاولى انزلها تحت اصغر الحجم اذا تشوف الايمج اكبر من حجم الكامب وهذا الشيء احنا تطرقنا عليه كثير انا ممكن اضغط الاس من الكيبورد ممكن اكبر اصغر حسب ما اريد لكن اذا انا اريد اسوي الايمج مالتي على قد الكامب اضغط كنترول الت ان اف من الكيبورد راح تصير على قد الكامب ممكن ايضا اذا تريد تكبرها اكثر ممكن تكتب اي رقم خلينا نسويها 79 تصير اكبر شوي فهسه حاليا انا نزلت الايمج اللي راح تكون عليها الاضاءه فوقها فمبدئيا هسه اذا اغلق هنا راح يبين الكامب الرئيسي لكن ما بي اي ايمج ليش؟ لان الايمج هي من ضمن الكامب الخاص بيها فانزل الكامب مباشره او كل الكامب المحتوى الخاص بالكامب راح يصير الكامب يعني من ضمن كامب كامب داخل كامب اوكي فراح يبين عندك الايمج مباشره طيب هسه حتى نصنع الاضاءه مالتنا يحتاج يكون عندنا شنو اكيد سوليد حتى تصنع سوليد كنترول واي من الكيبورد يعني اكيد الاختصارات تسرع ومجرد ايضا تسميه اولا راح اسمي ممكن اسميه لايت 1 او لايت اي خلي يكون ممكن اسوي تو لايت فهذا سويته اي اضغط اوكي والسوليد الاول اكيد انا ضاغط الكابسلوت ودائما هذا اللون انا اكرهه فممكن حتى هذا اللون التحت، نسويه اورنج اوكي هسه اللايت هذا راح نشتغل عليه الافيكات اللي نستدعيها حتى يصير عندنا الاضاءه طيب هسه وانا مأشره اروح على الافكت مالتي هنا وممكن تكتب فاكتور نويز او ممكن تكتب نويز مباشره ما تحتاج ومباشرة راح يبين عندك هذا اللي هو هذا فاكتور نويز ترفعه تنزله وين على السوليد الخاص بالافكت الاول اللي هو اللايت افكت راح يبين عندك الاوبشن اول شيء الفاكتور تايب مالتك هو بيسك تروح تسوي دايناميك بروجريسيف اوكي وبعدها عندك هنا النويز تايب اكيد هو سوفت لينير انت تحوله على سبلاين وبعدها عندك الكونتراست هنا هو 100 انت سوي 350 اوكي والبرايتنس زيرو تشوف انت سوي ماينس 100 يعني آه سالب 100 واذا تنتبه هنا عندك الكومبلكستي مالتك هي 6 سويها 1 اوكي هسه لحد الان اذا تنتبه النويز بكل مكان حتى اكبر النويز او اخليه قطعه واحده بس انه تاخذ حجم اكبر يحتاج ان ادخل على الترانسفورم ليش؟ لان من ضمن الترانسفورم اكيد راح الاقي السكيل اللي هو الحجم اذا تشوفه هو 100 راح اسوي 1300 ممكن تسوي اكثر او يعني ما يكون اقل من 1000 نصيحه لكن ممكن تتحكم به تضغط ضغطه واحده راح يبين بهذا الشكل تشوف هسه اذا تحرك البلاي هيد مالتك يكون متوقف ما إلى أي حركة طيب أنا كيف أخلي النويز مالتي يتحرك بكل مكان إذا تنتبه هنا عندك شيء اسمه evolution اللي هو الحركة أو النمو أو النشوء يعني كل هاي المواضيع فإذا بس تحرك ده تشوف النويز مالتك صارت إلى حركة طيب هل ممكن أنا أصنع على حركة كنترول زت أرجع أنت ممكن تسوي كي فريم بالبداية زيرو مثلا وتودي البلاي هيد مالتك للنهاية وتصنع كي فريم مثلا 500 ألف سبعمية فاكيد راح تصير حركه لكن الاحسن حتى تخلي الحركه دائميه وبشكل بامكانيات اكثر نفس الايفولوشن مالتك وانت ضغط الالت من الكيبورد اضغط عليه ضغطه واحده راح يبين عندك هنا اكسبريشن لتشوف هذا الفراغ انت ممكن حتى هذا الفراغ تكبره بصراحه انه بس حتى تشوف هسه هنا انت ممكن تكتب اكسبريشن يصنع لك الحركه هاي الاكسبريشن اللي ممكن تكتبه ويقل، فرضا ممكن تفتح قوس مباشرة شفت زائدا رقم تسعة وممكن تخلي وان وتحط كومة اللي هي حرف الواو من الكيبورد ممكن تخلي خمسمية والسكرة او السدة كنترول شيفت والزيرو راح يتسكر او ينسد اذا تضغط ضغطة واحدة باي مكان راح يبين عندك بهذا الشكل اكيد هسه اذا تضغط السبيس من الكيبورد راح يبين انه يصير له حركة هاي الحركة انت صنعتها من هذا الاكسبريشن اللي انت ضفته فما يحتاج انت تروح تسوي كيف فريم وهذا افضل فتصنع الحركة ممكن هم من الكيبورد وسبيس مرة ثانية بس حتى شوفك شي بسيط فاحنا صنعنا هاي الحركة آه طيب هسه حاليا انا صنعت الحركة اللي الليك لكن الليك اذا تشوفه او اللايت القصعد انه لونه ابيض اكيد كيف ممكن انطيه الوان واتحكم به سهل جدا تضغط هنا تسكر ما تحتاجه، تروح على نفس الافكت الخانة الخاصة بالافكت هنا اكيد وتضيف الافكت الثاني اللي هو هيو ساتوريشن تكتبها مباشرة هيو راح تبين عندك اللي هي هاي، يعني. مجرد ترفعها وين تنزلها ايضا على السوليد الخاص باللايت اي اكيد راح يبين بهذا المكان هسا اذا أنت تحرك البلاي هيد مالتك ما راح يبين اي لون يعني بقى نفسه ليش؟ لان عندك الكلرايز مالتك هنا ما مفعل فتفعل التشيك بوكس هذا راح هسه اذا تروح تحرك الجايد راح تلاقي يتحرك اللون بكل مكان، طيب حتى اللون هنا دا يتحرك لكن هو لون واحد ما يكون اكثر من لون، كيف ممكن اضيف اكثر من لون؟ اذا تنتبه هنا الكلرايز الخاص بالهيو مالتك دا تشوفه بس ترفع العدد هذا راح يتغير الى اكثر من لون طيب كيف ممكن احصل انه حركة دائمية بالوان مختلفة ممكن كنترول وزت نرجع نفس الحالة اضغط الـ Ultimate الكيبورد واضغط ضغطة ضغط واحدة على الـ Colorize الخاص بالهيو راح يفتح لي هنا اكسبريشن بالنهاية نفس الحالة اكتب ويجل اوكي وافتح قوس ممكن يكون واحد الى اربعين فاضغط واحد الكوما واربعين واسكر او اغلق القوس اضغط ضغطة بالخارج بس تضغط ضغطة اوكي تضغط هنا راح تروح العلامة اللي كانت موجودة ممكن هنا تغلق اصلا هسا اذا ترجع للبداية هون من الكيبورد اوكي اذا تشوف لون احمر هنا اذا تمشي البلاي هيد لتشوف هنا بنفسجي ممكن يكون غير لون طيب هسه هاي الالوان تختلف حسب الامكانيات او العدد اللي تنطيب هذا المكان فاحنا ممكن راح نسوي كلر ثاني او لايت ثاني وننطيه غير اعدادات حتى بس يكون اكثر من لون موجود عندنا طيب هسه قبل ما نشتغل اذا تنتبه اللايت مالتي يعني الايمج ما مبينه طيب اللي اسويه شنو دائما لما تشتغل انت سوليد ويكون عليه افكت معين حتى يبين اللي تحته انت لازم تروح تغير المود اللي هو ممكن تختار اد او سكرين حسب ما انت تريد، فممكن انا اختار اد راح مباشره تبين الايمج مالتي واللايت راح يصير فوق الايمج، طيب ايضا اكو شغله مهمه انه اللايت هسه بدي اشوفه انا اضاءته مو مو جدا يعني بصراحه مقنعه لكن ممكن انت اذا تحب اللايت يكون اكثر اقوى آه ممكن بس بدي تشوف انه الساتوريشن مالتك هنا 25 تعليها ممكن تسويها مية يصير يعني بكامل قوة اللون إذا أخفي هنا راح يبين عندك لتشوف لتشوف اللون هسه كامل يعني لون 100% بالمية الأحمر مية هو كان تقريبا خمسة يعني كان بهذه الدرجة فأنت تحدد الدرجة اللي أنت تشوفها ممكن أنا أخليها 70 أشوفها مناسبة نرجع بس حتى تشوف يعني وأيضا إحنا ممكن نسوي يعني كنترول للأوباسيتي ممكن نتحكم فحتى اذا هاي كانت 100 ماكو اي مشكله بصراحه لان احنا بعدين راح نتحكم على راحتنا طيب هسه صنعنا اللاير الاول اغلق هنا هذا كل اللي اسويه مجرد اروح اسوي لها كنترول ودي اكررها بعد ما اكررها ممكن اغلق هنا ممكن اغلق هنا هسه وانا مكررها افتح هذا السهم اظهر الايفكت او اظهر النويز اول واحد السهم الخاص بالنويز واروح على الايفولوشن هنا بس تضغط ضغطه واحده راح يبين عندك الويجل اللي احنا سويناه ممكن اضغط عليه ضغطه واحده ممكن بدل 500 اسوي 350 طبعا انت حتى ممكن هنا بدل ما واحد تسويها اثنين حسب ما تريد طيب الرقم لما الزايدة زيد السرعة على فكرة يعني حتى بس تكون عندك فكرة فسويتها اثنين الى ثلاثمية وخمسين ليش حتى بس انه السرعة تكون مختلفة بين الاول والثاني طيب ايضا نفس الحالة احب الالوان تختلف بين الاول والثاني اللي أسوي نفس الحاله ارجع افتح انا كنت يعني نسيتها بصراحه بس مو مشكله اللي هو اللي ساتوريشن هنا افتحها وافتح الكالرايز مالتها السهم وراح يبين هنا واذا تشوف هو واحد الى اربعين مجرد الواحد اسوي فايف اوكي راح يختلف اللون اكيد راح يختلف اذا هسه وانا ضاغط عليه وأفتح هنا راح يبين عندك بهذا الشكل طيب هسه اكو فكره من وجهة نظري انه هذا الثاني اكيد لازم نسميه اول نسميه بي بصراحة لان الاول اي حتى بس ما نخربط حاول تنطي اسم ثاني اكيد هسه هذا الثاني انا صار مطابق للاول كابس لوك صار مطابق للاول بحيث نفس المكان تظهر الاضاءة يعني هسه هاي دبل اضاءه بنفس المكان طيب كيف اغير الاضاءه بحيث اذا هي بهذا المكان تظهر من الزاويه اللو... الثانيه ولم اشرح هذا الثاني اضغط الار من الكيبورد ليش اظهر الروتيشن تشوف هو زيرو هاي اسويها 180 راح اقلب آه آه الاتجاه 180 درجه فراح تشوف صار بهذا المكان اكيد هذا الاول بقى الى اتجاه معين وهذا الثاني صار الى اتجاه معين فهسه انا وزعت اللايت بكل الاتجاهات او يعني خليته على ممكن ياخذ اكثر مساحه من الايمج او من الكليب اللي انا مشتغله فمن وجهه نظري يكون افضل هذا كل اللي نسويه بالنسبه لللايت هسه ارجع هون من الكيبورد اوكي واضغط سبيس ونشوف وبعدين نكمل راح يبدا من البدايه تشوف صار عندنا بهذا الشكل اعتقد يعني مناسب لكن اكيد الالوان دا تشوفها انه طاغية كثير ممكن تكون اخف يعني ممكن نتعامل مع الاوباسيتي هذا الشيء هسه راح نشتغله طيب هسه ممكن اضغط السبيس اوقف خلينا نكون على وحدة مبينة اوكي هسه الاهم انه اروح اشتغل يعني اشياء تجميلية طبعا انت لحد الان يعني انتهى عندك الدرس تقريبا لكن اذا تريد تكمل بس اذا تريد تشوف انه كيف ممكن نضيف اشياء ممكن تخلي البروجكت افضل اول شيء راح اضغط الكنترول والواي حتى اشتغل سوليد آه, هذا السوليد راح اسميه آه, بلور آه, سمي بلور واضغط اوكي OK. وانا ماشرة السوليد ممكن اغير لونه اسوي هذا اللون او خلي يكون غامق بصراحه ممكن يكون هذا البراون اوكي وانا مأشره اشر الماسك مالتي انتبه انا مأشره حاليا اضغط عليه اضغط عليه ضغطه واحده واظهر الاليبس اللي هي الشكل الدائري وبعدها اضغط ضغطتين بالماوس عليها راح تبين عندي هاي الدائرة هسه هاي الدائرة مباشرة اذا انتبهنا هي عبارة عن ماسك ومختار لك اللي هو الاد الاد هاي سويها سبتراكت راح يتحول يعني يعبي لك الزوايا الخاصة بالبروجكت مالتك وممكن وانت ماشرة تضغط الام مرتين دبل ام يختفي دبل ام مرة ثانية يبين حتى بس تظهر الاوبشن الخاص بي اول شيء عندك الاوباسيتي ممكن تسوي اربعينات ونشوف يعني تقريبا وبعدين انت ممكن تتحكم بالفيدر بحيث انه ما يكون الى حدة وهذا الموضوع انت مجرد تسحب الفيدر لحد ما تشوف انه صار اكو تلاشي تقريبا 201 هسا اذا نحذف هنا مو نحذف اقصد بس نشوف اوكي اكو فارق يعني انا احب دائما انه تكون التركيز على الوسط فممكن تسوي هذا الشيء هذا بالنسبه للبلور ايضا انت ممكن تروح تضيف نيو سوليد كنترول واي وهذا السوليد تسميه بانر اوكي البنر اللي هو راح يكون الاطار اكيد صار بهذا الشكل أه اللي هو يكون الاطار من فوق ومن تحت مثل الشكل السينمائي حتى أه تتحكم به ايضا تروح تختار وانت مأشرة اكيد دائما تكون مأشرة اذا ما كنت مأشرة فانت راح تسوي شيب اذا كنت مأشرة فانت راح تشتغل ماسك وهذا موضوع يعني ممكن سهل وممكن يعني اكو ناس ما تعرفه وانا مأشرة هسه واكيد مثل ما ننتبه هنا اروح افتح آه، تقريبا مستطيل هسه انتبه انا اذا ركز بس على المساحه اللي فوق تكون نفس المساحه اللي تحت ليش لان انا راح اسوي سبتراكت للسوليد مالتي راح ينقلب الوضع الوسط يكون فارغ ويتعبى الاطراف من فوق ومن تحت نفس الحاله اسوي له سبتراكت راح مباشره يصير بهذا الشكل اكيد انت ممكن تضغط التي من الكيبورد وتتحكم بالاوباسيتي اذا تريده ثابت او اعلمك شغله افضل دائما ممكن هذا نغيره اي لون جرين او بنفسجي اوكي هسه اللي نسوي شنو راح نسوي التحكم انت ممكن تفضل يكون يعني بشفافيه معينه فراح نسوي كنترول ونتحكم بالشفافيه الخاصه بالبنر والخاصه باللايت الاول والخاصه باللايت الثاني حتى نسوي آه حتى نسوي الكنترول الـ مالتنا نروح نصنع ادجستمنت لير لاير نيو نيو ادجستمنت لاير كنترول اول تو اي اكيد اختصارها راح تبين عندك بهذا المكان وانت مأشرها اضغط الانتر سميها كنترول اوكي كنترول حتى يكون هو المسيطر هسه هذا الكنترول تروح على الايفكت تضيف له سلايدر كنترول اكيد سلايدر اللي هو هذا سلايدر كنترول اضيف له اول واحد اوكي وتروح تسميه وانت عليه تضغط انتر من الكيبورد وهذا تسميه خاص بالبنر كنترول آه آه ممكن نسوي كابيتال اوكي هسه آه هذا خاص بال ممكن نكتب اوبوستي ماكو مشكلة اوباسيتي اوكي يعني هسه هذا السلايدر خاص بالبانر الاوباسيتي طيب هسه وانا على البنر هنا انتبه اضغط التي من الكيبورد اوكي اظهر الاوباسيتي وايضا نفس الحاله اضغط الت من الكيبورد واضغط ضغطه واحده على الكي فريم راح يبين عندي هاي البيرنت وهي هاي اللي احتاجها اشر الكنترول حتى اظهر السلايدر مالته انتبه السلايدر زيرو هسه اسحبها البيرنت اوديها على السلايدر راح تربط هسه انت الكنترول مالتك بالاوباستي الخاص بالبانر هنا فهسه من هذا المكان اذا تضغط ضغطه واحده اذا تنتبه هنا اختفى البانر ليش؟ لان هو موجود هنا زيرو فانت عليك ان تزيد الرقم حسب يعني ما انت تشوفه مناسب تقريبا 55 مناسب، ايضا بصراحه الاوباستي يشتغل ما بين زيرو الى 100، انت ممكن السلايدر يكون اكثر يعطيك رقم اكيد لكن هو نهايته يكون 100 يكون اعلى شيء اكثر وضوح يعني بينما ممكن على البوزيشن على غير اشياء روتيشن انت ممكن السلايدر يخدمك انه يكون 180 او اكثر فهذا القصد هنا انت ممكن تسوي 55 او ما بين 0 الى 100 حسب ما انت تشوف هسه مبدئيا احنا ربطنا البانر ايضا نرجع على اللايت اي اضغط او قبل ما اضغط التي اروح اشر الكونترول مره ثانيه واروح اضيف نفس السلايدر وممكن هذا اسميه سلايدر آه, لايت اي اوكي لايت اي حتى اكون عارف او ممكن تكتب أباستي نفس الحالة أو ممكن يعني حسب ما تريد وانا مأشرة اضغط اللي هو هذا تحت اوكي واضغط التي من الكيبورد اضغط الالت واضغط ضغطة واحدة عليه راح يبين البينت اشر الكنترول راح يبين اكيد هذا السلايدر اسحب البيرنت على السلايدر الخاص باللايت اي وبعدها اذا تشوف ايضا هو اختفى حاليا ليش لان اذا تشوف هنا زيرو فممكن تسوي اللايت حسب ما انت تريد يمكن نشوف لايت هنا اوكي تقريبا خلي يكون ستة وستين اوكي انا احب الارقام الزوجية دائما بالنسبة للأول هذا أيضا أروح أضيف سلايدر ثالث للكنترول وهذا ممكن هذا نفسه أضغط أنتر كنترول و سي من الكيبورد أخذ كبي يعني وأشر هذا أنتر كنترول و في من الكيبورد بدل A أسوي P أو P العفو مو P أو صار سمول أو ممكن نسوي كابيتال أوكي ومجرد أه وانا مأشر اللايت البي أه اضغط أه التي من الكيبورد ومباشرة الأولت من الكيبورد على الكي فريم بين البيرنت واضغط على الكنترول واسحب البيرنت للسلايدر بي ونفس الحالة هو ستة وستين هذا ممكن هذا تسوي اكيد الكاب سلوت ممكن تسوي سبعة وسبعين يعني تغيير بسيط ممكن نسوي اخف اذا تريد اذا تشوف اللايت عالي هنا بصراحه اذا تشوف ممكن يكون عالي بس نشوفه هو ياهو هو هذا بالضبط اه 66 خلي يكون هذا 55 اقل مو ازيد اوكي يعني ممكن اشياء ما تنطيها حدة عالية تكون افضل هسه الفكرة من هذا الموضوع اذا اي شخص اجى بعدك هو مجرد يظهر الكنترول البنر هنا ممكن يغيره اذا هو 55 ممكن نسوي ازيد اقل حسب ما يريد والسلايدر الخاص او الاوباسيتي الخاص باللايت لان هو اهم شي اللايت بصراحه انت ممكن تتلاعب به وتغيره اذا تشوف الاضاءه عاليه 66 هنا 55 ممكن تسويها 44 اي او يعني اي رقم او اي شكل ثاني، هسه اذا انا اريد اروح اغير الايميج بصراحه ما احتاج اي شيء غير انه اروح افتح الايميج هذا الكامب الخاص بالايميج اوكي ضغطتين عليه راح يكون هو هذا اشرها للايمج مثل ما تشوف اروح افتح الفايل اجيب الايمج بي هاي اوكي اضغط الالت من الكيبورد وانزلها اسوي لها ريبليس انه تبديل راح تكون هذا شكلها اكيد هاي الايمج شويه قياساتها مختلفه فممكن اضغط الاس من الكيبورد وهي 79 اسويها 130 تقريبا او فرضا افتراضيه صارت اكبر بكثير ممكن ارفعها ممكن اقدمها هنا يعني اشوف المكان اللي تشوفه انت مناسب او ما العمود يظهر تقريبا في هذا المكان اتوقع مناسب الجسر مبين يعني اذا ترجع على اللايت الـ الـ البروجكت الرئيسي راح تشوفه بهذا الشكل اعتقد كل شيء تمام نرجع للبداية نشغل سبيس من الكيبورد خلي نشوف العمل يكتمل ونشوفه بشكل نهائي ونختم ان شاء الله تقريبا راح يبدا من جديد مثل ما تشوف هذا الشيء اللي صار اذا ما عجبك الاضاءة وتشوفها يعني هواي ممكن مثل ما تعلمنا توقف اذا تشوفها بهذا المكان هواي تروح مباشرة على الكنترول و... وتفتح اكيد الافكت بس خلينا نغلق هاي تفتح الافكت تشوفها هي خمسة وخمسين بستة وستين سويها اقل خمسة وثلاثين خمسة وأربعين هنا أسويها خمسة أوكي يعني وتتحكم بالسلايدر حسب ما تريد نرجع للبروجكت الرئيسي هذا تقريبا كل شيء بالنسبة لدرس اليوم أنا بس حاولت إنه مو مجرد إنه أوصل لك فكرة كيف تصنع إنه اللايت لأن هذا ما بي صعوبة الفكرة الأهم إنه كيف تشتغل عموم البروجكت بشكل بإمكانيات أو بأشياء أساسية رئيسية ممكن تكون بها السهولة إذا إجيت اشتغلت فيما بعد أو حبيت تغير فيما بعد ما تدوخ وتروح تدخل على الليارات أو إذا تغير الإيمج تغيرها بشكل مباشر وحتى بالنسبة آه للشكل العام يعني يكون بجمالية معينة تخلي من البروجكت شكل أفضل لأن أنت بالنهاية دا تشتغل شيء حتى يكون أجمل مو مجرد أنه تشتغل شيء حتى بس تنزله أو يعني دائما حاول تهتم بالأشياء التجميلية أكثر ما تهتم يعني شكلا ومضمونا هذا قصدي انه يكون الـ الـ البروجكت بالنهايه شكلا ومضمونا بامكانيات معينه تحسسك او تخليك يعني مرتاح نفسيا وحاب شغلك هذا كل شيء بالنسبه لدرس اليوم بالنهايه اتمنى لكم كل الخير كان معكم مهند السامرائي من قناه ديزاين تيوب مع السلامه